مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا وصباحكم مبروك، ونتمنى لكم يا رب يوم مبارك سعيد بالخير والتيسير والصحه والسلامه يا رب، والامن والامان. واكيد مشاهدينا كتبوا معنا يعني مؤخرا كثرة للأسف الجرائم واختطاف الأطفال، وهاد المافيات اللي ولات كتاجر بالناس، الأغراض الشعوذة وأغراض يعني إخراج الكنوز. كنشوفوا شنو كيوقع في الأطفال بين قوسين الزهريين. مؤخرا شفنا قضية طفلة ناعمة ذات 5 سنوات وقضايا أخرى مراها، وكان قبل منها أنهم كيتم اختطاف الوليدات أو الناس اللي شوية زهريين في اليد ديالهم والعينين ديالهم، وبالتالي كيستغلوهم لجلب كنوز كيف كنقولوا طمع الدنيا. وكنعرفوا انه تم اعتقال شخصين في قضيه ناعمه، واحد من منطقه زاكوره والاخر تم اعتقاله من منطقه اقلموس نواحي خنفره. فاليوم حاولنا اننا نفتحوا هذا الباب، نناقشوه معكم خفيف في هذا الصباح ان شاء الله، على ما تكون حلقه مفصله بوجود اخصائيين مناقشه. ما نبغيش نتكلم على ظاهره ولكن لمناقشه المساله. ودائما عبر منبر شوف تي في كنتمناو من الناس يحضيو وليداتهم، ما يخليوهمش يخرجوا. راه حنا ولينا يعني للاسف الطمع ديال الدنيا غلب، ولا كيستغلوا الاطفال وكيقتلوهم للاسف باش يخرجوا الكنوز ديالهم ويستعملوهم في اعمال الشعوذه.